بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في ذكر شهر الكبس وما يسمى خطأ بالنسيء. فصل: لو نزعنا السنة الكابسية ويوم 29 فبراير الذي يحل كل 4 سنوات، هل يتخلخل التقويم؟ نعم، لو مرت 100 سنة بلا كبس ستتأخر السنة ب25 يوم، أي كل قرن، وفي 4 قرون تتأخر ب100 يوم، أي 3 أشهر ونصف، فيكون 1 جانفي في 15 أبريل، أي في الربيع وآخر الربيع، بينما كان في أوج الشتاء، وشهر جوان سيكون في 15 أكتوبر، وأطول يوم أي الحر وكذا سيكون في أكتوبر وليس في جوان كما نعهده. هذه خلخلة. وسيكون 1 سبتمبر في 15 ديسمبر أي في البرد القارس، و15 ديسمبر في 1 جانفي وهكذا، والله أعلم. التاريخ الميلادي أو التاريخ السرياني كان معروف في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذو أشهر ثابتة في الفصول والمواسم، تعود في نفس المواسم والفصول بسبب الكبس في فبراير، وهو كل 4 سنوات التاريخ الشمسي. وبالنسبة للحساب بالدورة القمرية أو الحساب القمري في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان ثابت، يعود في نفس المواسم والفصول وكل حول بسبب الشهر الكبس، 29 يوما تضاف كل 2.5 عامين تقريبا، أي كل 33 شهر، ولكنه الآن غير موجود بسبب الدولة الأموية والحكم الأموي، وخصوصا عبد الملك بن مروان الذي غير تاريخ العرب والمسلمين في سنة 81 هجرية بسبب فتنة عبد الله بن الزبير، والله أعلم. وسنسرد ما نظنه الدليل على ما نقول في هذه الورقات إن شاء الله. 1. شهر ربيع الأول والربيع الآخر، كلاهما كان كل سنة من 1 إلى 23 مارس وأبريل حتى حدود ماي، أي دائما في الربيع الحقيقي. 2. شهر جمادى الأول وجمادى الآخر، كلاهما كان كل سنة من 1 إلى 23 ماي وجوان وجويل، لأنهما شهران تجمد فيه كل المعاملات وتتعطل للعطلة والاستراحة السنوية بسبب نهاية السنة والحرارة الشديدة. وقيل جمادى سمي لجمد الحبوب في السنابل، وذاك أوان حصاده وموسم الحصاد معروف في ماي وجوان وجويلية، والله أعلم. 3. رجب كان يحل في كل سنة في حدود 1 إلى 23 جويلية وأوت، وليلة الإسراء 27 رجب كانت كل سنتين أو 3 تصادف يوم 12 أوت، يوم الذروة وفتح أبواب السماء في كل الحرب، فيكون الحر وهو سبب وصول حر سامهم ما نسميه إسماعيل وعشوائية الأبعاد، والله أعلم. وعروج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتما كان في 12 أوت.